وزير الفلاحة، سي سلامة، السادة رؤساء الغرف، السادة البرلمانيين، السادة الحضور الكريم. أولاً نقول واحد الكلمة لسي سلامة، كنقولوا حنا بالرجلية تقضوا غاصن، تقضوا غاصن. هذوك الناس اللي كيقولوا بأننا حنا عندنا مشكل هنا في الجهة الشرقية بالنسبة حنا كتجمعيين، حنا ما كانش عندنا مشكل، وإنما كنا كرسيو راسنا في المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية. الحمد لله حنا كتجمعيين في الجهة الشرقية عندنا واحد القوة، ويكفي أننا عندنا 4 ديال الوزراء من الجهة الشرقية، هذا افتخار لنا. وكإقليم دريوش أن عدد كبير من الشابات، كنهضر أنا دابا على النساء، كيسيروا المجالس، كانوا يعني حنا ما كنعمروش الكراسي بالتجمعيات ديالنا، وإنما كنسيروا مجالس، والحمد لله هذا شرف لنا. وكذلك بغيت نضيف أنه إلا جينا نهضروا على التعليم، السيد رئيس الجامعة وكلا يكون وصلك الصدى على أنه أعلى نقطة كي تاخدوها بنات في الإقليم ديال الدريوش. وثانيا بغيت نضيف واحد المعلومة، لأنه حنايا لنا الفخر أنه أصغر رئيس جماعة هو تجمعي، ولأكبر جماعة في الإقليم ديال الدريوش وجماعة طلسة اللي هو راه معنا هنا حاضر. يعني يكفي أننا نكون هنا كشابات وشباب كنسيروا الشأن المحلي والإقليمي للإقليم ديال الدريوش. مع الوزير أنا غير بغيت نقول بأنه إقليم ديال الدريوش غابة وفلاحة والصيد البحري، يعني كنتمنى انه تكون واحد الالتفاته. وانا بغيت منك زياره لينا الاقليم ديال الدريوش، وانت ديجا كانت عندك زياره، كان هذه المره بغيتها بصفه وزير الفلاحه. وعندي واحد الملتمس، لانه حنا كاقليم ديال الدريوش عندنا واحد العدد كبير ديال الساكنه ديال الاقليم اللي كما قال السي بوجمعه والشن، حنا على حساب التحفيظ راه كنمشيو للناظور باش نحفظوه. كنتمنى منكم انكم ديروا لنا واحد المحافظه عقاريه تما في الاقليم ديال الدريوش اذا كان ممكن، وشكرا. من دريوش انا الاقتراع عليك، راه قلتها الاخ سلامه، هذاك الشيء ديال التحفيظ غنحلوا لكم المشكل ونمشيو بعيد على داك الشيء اللي قلتيه، ماشي ندير لكم محافظه، نديروا لكم واحد التحفيظ جماعي ان شاء الله ديال ديك الجماعه ديالكم. شكرا.